مساء الخير. مبدعونا مساء النور، أتوا من مختلف الدول مساء الخير للحضور. العربية، يجتمعون حول الكلمة، يطلقون تراتيل الحب والأمل في محراب الكلمة. يسعدني اليوم باسمي وباسم رابطة المبدعين في العالم وجريدة الوسيط الدولي أن أرحب بالحضور الكريم وبالشعراء المشاركين اليوم معنا. طبعا حسب الظهور عندي حسب الشاشة، ليديز فيرست جولييت أنطونيوس من لبنان، مع حفظ الألقاب طبعا، أستاذ أيمن دراوشة من قطر، أستاذ خالد حسين البيومي سيدير الحلقة معي، دكتور محمد حسين شاعر من العراق، والدكتور الشاعر محمد الشميري من اليمن. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ بالدكتور محمد الشميري. محمد علي الشميري من اليمن، حاصل على بكالوريوس صيدلة، تمهيدي، ماجستير إدارة صحية، مؤسس ورئيس نادي القراءة بالحديدة، ناشط ثقافي واجتماعي، كاتب شاعر وكاتب قصصي، صدر له من الكتب رياح في قصاصة عنيدة، تحت الطبع، رواية كعادة نفرين، ومجموعة شعرية فراغ آهل بدوني، صحيح؟ مخطوطات، رواية نعم، أيوة بيتك، صحيح، مضبوطة. مجموعة نصوص شعرية ذاكرة الخطى. أهلا وسهلا بك، الكلمة لحضرتك. يا مرحبا. هذا المساء بريء وقلبي متهم. هذا المساء بريء وقلبي متهم، والقهوة العذراء مذ قبلتها سقطت على صدري، ولم تأتي القصيدة بالثياب، ولا عمري التأم. فلما احترفت البعد عني طالما للبعد سلطان وللمعنى ألم؟ هكذا سأبدأ أمسيتي معكم في هذا المهرجان، وسأبدأ بالشكر لرابطة المبدعين في العالم بالتعاون مع جريدة الوسيط الدولي. أشكركم ابتداء وسأشكركم انتهاء. حقيقة أود أن أبدأ من اليوم العالمي للقهوة الذي يصادف 3 من مارس. الجميع يعلم بأن اليمنيين هم أول من حضر القهوة وصدرها للعالم عبر ميناء المخا، ومن هنا جاءت التسمية موكا. لذلك سأبدأ بهذا النص: أنا رب هذه القهوة السمراء، أنا رب هذه القهوة السمراء بشرودها المنسي في الأسماء، بحنينها المعراج ملء بخارها، بنبيها المهووس بالضوضاء، بطقوسها الحسنى كلعنة عاشق مرت عليه حوافر الأخطاء، برصيفها الحافي، بشوكة صمتها، بنعاسها المبحوح في الأرجاء، بندائها المرقوم في صفحاتها، بالطيب يشعل غيرة الأنداء، بلحافها البردان صيف دلالها، بالدفء يسكن رعشة الإصغاء. أنا ربها المنصور،
أنا ربها المنصور كل صبيحة فنجانها المكسور كل مساء. لا أنسى أيضا اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 من آذار، لذلك لابد لي من كلمة أقولها للمرأة خالقة الحياة وخالقة الطاقة، القصيدة التي تضيف للقصيدة قصيدة أخرى وللحياة حياة أكثر جمالا وإشراقا. أقول: عندما يفتح القلم نافذة الصباح، وقلما يفعل ذلك، فهو يقصد السفر إلى ذلك البهو البعيد علوا، كصدر ناهد صلى عليه الحسن وابتدع السلام، ما زالت شفتاه طرية وهو يقرأ على مسامع الزغب قصيدة الأنثى، الأنثى التي منحت 8 من مارس أقراط الكبرياء وشال السحاب. لست معجونة من طينة الضلع الأعوج كما قال شارب الخوف من اتساع الرؤى في ناظريك. هل تذكرين البدء؟ في البدء كانت الكلمة يا امرأة من نبيذ الضوء، يا عطش السواقي للفنون، صوتك المغزول من خيوط السهر يكسو اليوم شهقات الضياء. هل تسمعين؟ هو ذا يقول للضوضاء وللساخطين: هذه الحياة أعلى مما تعتقد أقدامكم، طيروا طيروا كما يفعل بي الحب، طيروا عراة من الخوف، طيروا وفي قبضتكم كل الأمان المعلقة هناك في السماء، حيث البصمة الخاشعة لتراتيل امرأة لا تعرف غير الحياة. انثروا أمانيكن أعلى من مساقط أوراق الشجر، لن يكون الخريف طاردا للمنى، ولن تكون الفصول الحزينة خاتمة الروايات. مرة أخرى لكل امرأة كل الحب، لأنها الحب ومنها وإليها. لا أدري هل أستمر أم أن الأمسية ستكون بالتناوب. لكل شاعر أو أديب معه 7 دقائق. إذن سأواصل مع هذا النص، سميته سيرة ذاتية. صيفا أرتل خطوتي وشتاء، صيفا أرتل خطوتي وشتاء، والدرب يسبقني إليك نداء، وقصيدتي سفر تطاول صمته ليقول في وجه المنى ما شاء. يا لحظتي الأولى وحظي لم يزل مغرورقا في سعيه مشاء. أنا في عيون القلب لون صلاته، وخطيئتي الكبرى تزيد بهاء. لم يقترف حرفي ذنوب أوكاظه، وظلامه شمع يذوب ضياء. مروا وظل النبض يشرب نخبه من كأس غاوية تشف نقاء. ما ضل قلبي في قمار وعودها، وحيا تنزل في الضلوع شفاء. أيضا هذا النص أقول فيه: أسرارها البكر لم تحفل بموعده، ولم تفرط بعقد الذنب والحذر، تغتال خطوتها أمتار شهقته،
وتستثير قداح البوح والشرر، يذوب شاعرها قربا إذا سألت، وصار مبسمها وشما على خدري، كأنها كتبت للسكر أحرفها، كأنها كتبت للسحر أحرفها، وصار يعزفها لحنا بلا وتر، وحين عانقها صلت سواعده سبحان ليلتها عن عالم البشر. ربما كم تبقى من الوقت؟ الوقت انتهى على ما أظن. يعني نحن أعتقد لا يعني يمل أعتقد يعني إحنا خدنا من الوقت اللي... إسلام تمام. شكرا، يعني لا يمل فعلا مع كتاباتك وقصائدك أستاذ محمد، وإن شاء الله بيكون لنا لقاء قريب. تفضل لكم أستاذ خالد. لكم الشكر. حقيقة المهرجان جاء في وقته الذي نحن بأمس الحاجة إليه، مهرجان عن الحب والسلام، عن المرأة، عن الحياة، عن الجمال، عن التقاء المبدعين الذين تشتتت بهم السبل وقطعت أوصال تواصلهم هذه الحروب التي قتلت حياتنا، لكنكم تعيدون نفخ الروح في جسد الأدب. شكرا كما يليق بكم، أحبكم. شكرا لحضرتك، شكرا أستاذ خالد. أولا بنرحب، أهلا وسهلا، أولا بنرحب بكل المشاركين معنا، ويسعدني إن أنا أتقدم الأول بتعريف صغير. خالد حسين البيومي صحفي من القاهرة، وشاعر على قد يعني، مش طبعا مش جاهبذ زي الدكتور أيمن الدراوشة والأستاذ الشاعر الكبير محمد حسين، انما انا هقول حته بخصوص كده صغيره بخصوص السلام والامل والحب. هقول السلام اصبح شعار في معاني الانتصار، به يزيد الكون عمار بالعمل مش بالكلام. يا سلام انت السلامه، مبداك عزه وكرامه، لو تثور هتقوم قيامه والحقوق تظهر اوام. شكرا لحضراتكم. نرحب بالأستاذ الشاعر الكبير الدكتور أيمن دروشة، كاتب ونائب أدبي وشاعر غنائي أردني، ماجستير في اللغة العربية وآدابها جامعة الأردن عام 97، كاتب قصة وشعر ومسرح وباحث، وله دراسات عديدة في النقد والشعر الغنائي، مشارك في عدة صحف ومجلات دولية، وحاصل على الجائزة الأولى في رابطة العالم في رابطة الكتاب الأردنيين في آداب الطفل، وكذلك الجائزة الأولى في مسابقة المجلس الوطني للثقافة. شارك في عدة مؤتمرات وحاصل على شهادات تقدير في مؤتمر لندن ومؤتمر مسقط والإعلام عن الإعلام والهوية الثقافية، مؤتمر نيو دلهي، مؤتمر التعليم الهندسي تكنولوجيا التعليم قطر 2021. نرحب بحضرتك يا دكتور أيمن، وسيادتك معك الكلمة حالا، اتفضل. بداية شكرا جزيلا أستاذ خالد دكتور على أيمن، هذه الكلمة الطيبة. مسموع صوتي؟ نعم. شكرا جزيلا طبعا لجميع الحضور، للأخت غادة، لجولييت، للشاعر محمد اللي طبعا أتحفنا بنص رائع، وأعجبتني القهوة جدا. على كل، أنا لم أكن أعلم يعني أن القهوة هي من أصل يمني، لكن أنا يعني لا يعني لا أصدق أن أحدا يعشق القهوة أو يدمن القهوة كأيمن. طبعا يسعدني ويشرفني أن أكون بين هذه الكوكبة من النجوم والشعراء في الوطن العربي. مشاركتي هي يعني، حتى لا أطيل لأن الوقت محدد، مشاركتي هي أنا بطبعي يعني، صحيح أنا أكتب بجميع الأجناس الأدبية، لكني في كل مرة يعني أحاول أن أجدد في هذا الجنس الأدبي، سواء كان شعر أم قصة أم أدب طفل.
أحاول يعني أن أجدد أو أن أجد شيئا جديدا غير مألوف. فكان يعني فكرتي أن أعيد لفن الموشحات رونقه وأصالته بعد اندثار، يعني حتى الشعر العمود اندثر بهذه الموجة من الأغاني والأشعار العامية والشعر النثري وما إلى آخره. ففن الموشحات صراحة يعني هو فن جميل، ونحن نعلم يعني الموشحات يعني كبار المطربين والمطربات يعني غنوا هذا النوع من الموشحات، منهم فيروز طبعا. معرفتي بفن الموشحات يعني ليست هي، كنت أسمع به لكن يختلف عن الشعر العمودي، يختلف اختلاف كلي وأراه أصعب، ويحتاج يعني فعلا إلى ذهنية عالية حتى يكتب هذا الموشح، كونه يختلف عن القصيدة العمودية العادية وله قوانين صارمة. في حالة يعني مخالفة شرط من هذه الشروط القصيدة سوف تنهار. الموشح يتكون من غصن أو المفتتح، هو كل بيت شعري يسمى غصن، وبعد كل غصن أو البيت الشعري هناك ثلاث أشطر، بعد كل بيت هناك خمس أبيات، وكل بيت يجب أن يتلوه ثلاث أشطر سواء مختلف القافية أو متحد القافية. عنوان الموشح: يا طبيب القلب، أقول في القصيدة: يا طبيب القلب والجسد، ما لذاك القلب ينتحب؟ هل غشاك الشوق والضجر حيث ذاك الشوق يندثر؟ يا حبيبا بات ينتظر، حبك الأخاذ في الكبد تارة يهدى ويلتهب، حزنك المعقود أرقني في دياجي الليل ذوبني، فكأن الهم ذو وطني. يا حبيب الروح من بلدي سيباد البعد ينسحب، إن هذا البعد منهزم سيعود الحب ينسجم، لن يدوم الحزن والسقم. أنت يومي أنت، أنت غدي، كم سنحيا الآن نقترب؟ أنت لي يا متلفي سندا، أنت في الأعماق متقدا، ما لنا في البعد ما وردا، سوف يفنى الشوق بالجلد، لا بكاء دام والكرب. يا سقيم الانتظار كفى، لم نذق بالقرب ما سلف، سيموت الهم ما حلف، إننا لابد نتحد ويعود الأصل والنسب. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور أيمن. شكرا حضرتك معك دقيقة كمان، ممكن حضرتك لو عايز تضيف حاجة إضافة يعني. دكتور أيمن سامعني؟ سامعك. لو حضرتك عايز لو بدك شيء تقوله تاني، إضافة مقطوعة شعرية نعم. سريعة كده يعني برضو معك عشان تاخد حقك، احنا نحب ندي نعم. كل ضيف حقه. أنا أعلم أن المدة يعني سبع دقائق ولا أخالف يعني في هذا وأعطي، لكن ما دام هناك فرصة يعني سأتحدث. هو أنا حديثي عن نفس الموشح، كانت لي تجربة في كتابة الموشح، وهذا الموشح لحن على كل، لكن لم يظهر لغاية الآن، تم تلحينه. ولكن تجربة الثانية كنت تعمقت في كتابة الموشح وشروطه، وطلعت على كثير من الشعراء، فكتبت هذا الموشح الذي قرأته عليكم الآن. يعني أمور الشعر كما قلت سابقا
أنا من النوع الذي يعني أحب الكتابة، يعني لا أفضل مثلا الشعر على القصة، لا أفضل أدب الطفل على الرواية. أنا يعني أحب أن أكتب في كل المجالات، وأحب أن يعني أن أبدع في كل المجالات. لدي أيضا أنا أكتب بالعامية، منها العامية المصرية على كل، حتى العامية المصرية هناك أغاني ملحنة أيضا، وأنتظر يعني ظهورها إن شاء الله. وهناك طبعا هناك أغنية باللهجة اللبنانية إن شاء الله لحنها الأستاذ الموسيقار مصطفى عوض، وفعلا يعني يعطي في اللحن أجواء رحابنا. وهو يعني حتى عندما لحن لي هذه الأغنية وعنوانها ضحكتها الحلوة، هو يعني درس ألحان الرحابنة قبل أن يلحن هذه الأغنية. ولكن نحن الآن يعني صادفتنا مشاكل في تعرف عملية العرض، وفي مجال الفن يعني صعب جدا يعني أن تتفق. مشاكل. فشكرا لكم و لأتاحتكم الفرصة لي للمشاركة في هذا المهرجان الكبير. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. نحن بدنا ننتقل هلأ مع شاعرة جميلة جدا، زهرة موجودة ببستان هيك وحيدة عنا إياها، مع الشاعرة اللبنانية جولييت أنطونيوس. للصراحة أنا يعني جولييت أو يعني تعرفت عليها هديك السنة، سمعتها دغري حبيتها. الألم اللي عندها بيذكرني هيك بريحة بريحة الأرز، بريحة الشموخ، بريحة التراب اللبناني. جولييت مواليد الكورة، مجازة في علوم اللغة العربية وآدابها الجامعة اللبنانية، مؤسسة ورئيسة بيت الكورة الثقافي اللبناني، معدة ومقدمة برامج، لها مجموعتين شعريتين، خطيئتي واغمض عينيك لترى. حلو العنوان. يذكر أن للمجموعتين مشاركة في المكتبة العامة في فرنسا، ميدياتيك دو لاغورا فرانس. تكتب الشعر العامي والفصيح وشعر الأغنية، شاركت في نشاطات ثقافية وندوات ومهرجانات في لبنان والخارج، نشر لها في العديد من الصحف والمواقع المحلية والعربية. أهلا وسهلا بك شاعرتنا الحلوة جولييت، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير للجميع. مساء الخير لك دكتورة غادة، شكرا لاستضافتك لهالاستضافة الكريمة، وشكرا لجريدة الوسيط الدولي. بدي مسي على الحضور الشعراء الكبار الموجودين، يسعدني ويشرفني المشاركة مع هذه الكوكبة من القامات الشعرية. لحتى أبدأ لازم أبدأ ببيروت، وهي سيدة كل المساحات. سكن الحريق وبالقلوب تسعر بيروت، كم قال التراب وعبر. يا زهرة فوق الأيادي تعلقت بيروت، قولي أين أنت وما جرى. فقد وموت مفجع وظلامة، لو لامست قلب الأصم تفجرا. ماذا فعلت ليبرحوك تكاذبا في كل خاصرة ندوبا غائرة؟ ما كان جرمك كي تساقي عنوة من حفنة جعلوا الهياكل متجرا؟ بالله قولي، بالله قولي، كم أثرت جنونهم
ليعلقوا فوق اللهيب جمالك وصراخنا شق السماء مزمجرا. هل كان صرف دهر غادر أم إن موتك كالمسيح تقدرا؟ بيروت بيروت يا قديستي وأميرتي، القلب تخنقه الدموع تحسرا، فتمردي وتحرري وتوقدي لتحاكمي وتعاقبي المستهترة. قولي لهم، قولي لهم بيروت مهما تمزقت ستقوم حقا سالمة متفاخرة. قولي لمن قتلوا الربيع بمهده ما مات برعم بالمدامع مشترى. بيروت يا نبض الحياة فإن بكت فوق الرماد يطل قمحا أخضرا. القصيدة الأخرى أود أن أقول قصيدة بعنوان انعكاس. وفارغ القلب كقبر عاش أعواما، ما دام عيش بلا حب وإن دام. يا ملء عمري معلق على عدمي، والقلب راض وإن شاكاك إيلاما. يا من غدا كل نبضي فيه من حرب، كر وفر ويخفي الصدر آلاما. جيش ولا أمل يسور فأتبعه حتى اقتبست من الأقدار أقداما. أبحرت واقفة ما بعد أسئلتي، كفي يكفكف ما ألجفني مقداما. في زورقي صور أسوابها ثقبت عند الرحيل فسال الليل أجساما. ليل يلوح لي يتلو على جسدي، لقد قضى زمن امتد أحلاما. فالعين تروي كما المرآة ما عكست، والشمس تخفي وراء الضوء إظلاما. والموت يجني من الآمال آخرها، والليل يبقى لمقتول وإن قام. حلو حلو. بعد في وقت؟ اي بعد في عنا كم دقيقة؟ رح أقول قصيدة بعنوان صلاة فوق الرصيف. القلب يوجعني عليك، القلب يوجعني عليك حتى الصلاة على كوفي متعبة. أرهقتها فوق الليالي المسهبة، أصداء حزني كالطيور الهاربة قد جاوزت كل انتظاراتي إليك. القلب يوجعني عليك، والمقعد الثاني بعيني ارتجاني نظرة فوق الرصيف، حيث أغراق التوقف برهة لا تتسع سكنا لعطر واحد، لا تكفي جسرا تحت أحلام المطر أو ذكرى ترتج الوسادة تحتها مثل أوراق الخريف. ذاك الرصيف بلا شاه يحتسي الأقدام في وطح الشجر، الشمس لا تكفي رغيفا للعيون العابرة، مقعد الخشبي مشتبه به مزدس بين عظامنا كسرت مرايا الذاكرة. وزريعتي أن حيث في ذاك الفراغ قتلتني وتركتني، قد حطمت كل المدائن وأغرقت كل الأماكن تحت أقدام الرياح الماكرة.
عفوا، لم يبق لي درب لأمشيه إليك. القلب يوجعني عليك وفجيعتي الأخرى، ضجيج الصمت يحضرك ابتكارا مؤلما، حتى الدماء حتى دمي في الليل يوجعني عليك. ولا أعي ما يجري في قلبي، أدمع أم دماء؟ والعين ترغب والخيال كأنما لغز تصدى لي كأسراب السرور، فاندفعت وما علمت كم للردى من وجه يخدعني لأختار العبور نحو الرمادي، وأن أرى ذاك الدخان حمامة فوق القبور. شكرا. كثير حلو. شكرا لكم. كثير حلوة. شكرا. شكرا. شكرا للجميع. شكرا دكتورة غادة. يسعدني أن أقدم شاعر المنبر الشاعر سعيد الحاج من كندا. مرحبا، معكم شاعر المنبر سعيد الحاج المقيم في مدينة جاتينو كيبيك كندا. بيسعدني وبيشرفني لبي دعوة رابطة المبدعين في العالم وجريدة الوسيط الدولي عن طريق الأديبة غادة أرناؤوط للمشاركة بالمهرجان الإبداعي الدولي الأول تحت عنوان الحب والأمل والسلام. يا رابطة اللي رابطة الإبداع شال، عبقر من بحورك جواهر شعر شال، ولما الجريدة تكون للكلمة وسيط بتتمرجح النجمات بحروف الخيال. مهما الظرف بيعدني عن أطيب ناس، دعوة غادة بتسعدني وبتعبي الرأس. بحب السلام بزنبقة حدي، اتسلم عقلب من الهوى امندي. بحب الأمل يشفي ألم موجوع ويفلش ورود الضحك عخدي. وبحب حبه لو أكلني الجوع ونقود حبوب السعد عن يدي، ومش هم لو صار الطريق رجوع، البهم شمس الملتقى للفي بوست وفم نشفافها تودي. قصيدي بعنوان الباب. يا باب يا مزيح بأسراري، لونك وهج من ضحكة نهاري، غصب عني اتركتك وفليت وعربست خلفك ليل أوطاري. يا باب يا مزيح بأسراري، لونك وهج من ضحكة نهاري، غصب عني اتركتك وفليت وعربست خلفك ليل أوطاري. يا باب هل محفور عمري فيك، ما عاد عندي عمر يكفيني، لكان هجر الملتقى يشفيك ولكان ملأ الهجر يشفيني. مشتاق ليك، مشتاق ليك ودمعة الأشواق شربت نهيد القهر عغيابك، يمكن على قدي انت مشتاق تتحس بخيالي على عتابك.
وإيدين روحي، وإيدين روحي ما بتطلب غير لمسات منك شالت العرقات، وإلا على خدودك يا باب الخير صبيعها ما بتعشق المرأة. ونظرات ونظرات شبعت من سهر عينين، عراحة النظرات بعيونك وأحلام محتارة ما بين وبين جفون السوائي وغمرة جفونك. وقديش وقديش بدي غني جمشاوير تتلتهي وما تقول رجعني، وجروح عوراء البكي تصوير تجزدر ببالي وما توجعني. ولما الذكر ولما الذكر بيعود للفطرة قدامك ويضحك طفل ناطر بوعي الشمس عشفتك أطرى بغفي على زنودك ورد قاطر. وساعة ما أوصل ليك وساعة ما أوصل ليك برمي عليك زنبق بخيط السحر غازلني، بتفتح تتغمرني بحلى عينيك بتقفل وراي تتغازلني. يا باب بعدك ما بقيلي وراك، يا باب بعدك ما بقيلي وراك، وبحق قلبي ما نسي بيروت ما بريد إلا عيش عذكراك، ولا بريد إلا عتابك موت. شاعر المنبر سعيد الحج. نرحب بالدكتور محمد حسين الشاعر الكبير وشاعر أكاديمي دكتوراه في اللغة العربية، نائب رئيس اتحاد أدباء وكتاب كركوك، عضو نقابة الصحفيين العراقيين ومدرس في جامعة كركوك العراق. تمام كده يا فندم؟ صح كده معلومات مظبوطة؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. تفضل استاذ دكتور محمد. استاذ محمد سعدت مساء وشكرا لهذه الدعوة الكريمة التي وجهتها لنا صديقتنا الأستاذة غادة، وشكرا لصديقي الذي قدمني من مصر أيضا، ولكن أتحفظ كثيرا على كلمة الشاعر الكبير، فليس هناك شاعر كبير وصغير، هي مجرد أحاسيس يكتبها الإنسان سواء مرأة أو رجل على ورقة، وهناك نصوص تقرأ وهناك نصوص لا تقرأ. أرحب أيضا بأصدقائي. هي نوع من الشياكة دكتور. والله يا رجل خلينا طبيعيين، خلي البساط أحمدي. أنتم مو في عندكم مثل في مصر في مصر نقعد على الطبلية. أي نقعد على الطبلية فكلنا نقعد على الطبلية. تفضل حبيبي. يا صديقي نعم. أرحب طبعا بالأصدقاء والزملاء أيضا الموجودين في معنا الآن. في العراق لا نكتب إلا عن الوطن وجراح الوطن، فقصيدتي القصيرة مقاطع يعني أبيات قصيرة وجهتها إلى يتامى الحرب، أقول فيها: دمعي يخط على يديك ويحفر أن احتشاد الظالمين سيقهر، دمعي يخط على يديك ويحفر أن احتشاد الظالمين سيكسر، دمعي يحاول أن يموت وينتهي لو أن حربك ضد موتي تجهر، يا موطنا ودماء أرضك لم تزل تلهو على جثث الصغار وتكبر، وقوافل الشهداء مثل أئمة لما تمر على التراب يطهر، يا موطنا ولديك حشد من جنود
وجود الله عن عيني وعينك يسهر. أنا ذنب هذه الحرب يحملني الحسين، فأستغيث على هواه فيغفر. وبشير شاركت اشتعالك في الأسى لتجيء تنزح رغمها وتهجر. أما أنا فلقد أتيتك ثائرا ودمي محملة به تلعفر. نص نثري أيضا إلى الناصرية وما يحدث فيها الآن من قتل للشباب المتظاهرين. أقول لهم يا دكتور، نعم، طلبنا شيء في أمل، حب، سلام. هو كله سلام إن شاء الله، يعني نبحث عن السلام. بس شو اسمه؟ ما عندي غير هيك نصوص يفيدي. الله، هذا الموجود سد بالعراق. ما عندنا احنا، ما ظل لا حب ولا امل ولا سلام. دا تشوفين الاوضاع يوميا متابعين الاخبار. اي تفضل. نحن الان، ولو احنا مو يعني، نحن الان في مأتم كبير، والجميع ينتظر بيان مجلس الآلهة لإصدار قرار بإلغاء حفلات الدماء مؤقتا، غير أن الأمهات ما يزلن هنا في ساحة الحبوب يصرخن يما بصوت واحد، والرصاص ما زال طائشا بفوهات الموت، والشعب يطالب الموت أن يرحل إلى الأبد. فليس هناك اليوم خطب ترتقي لقدسية الدم، الدمع أكبر مرجعية. على باب المشفى أم تغني لطفلها وهي تقف عند رأسه وهو يغط في نومه العميق على سرير الموت. دللول يا الولد يبني دللول، عدوك لا عليل ولا ساكن الشول. أنكيدو وقلقامش هما في صالة العمليات الجراحية يحتاجان إلى قنينة من دم سالب، لذا الرجاء التوجه إلى المشفى للتبرع بالحياة. الشوارع باتت مقدسة عند العراقيين بعد أن عمدتها دماء الشهداء. الهدوء قاتل مثل الرصاص، ودم ساخن ينزف والعالم في غيبوبة. وأنا هنا أهيئ نفسي لحياة أخرى، فصديقي ينتظرني على الجانب الآخر من الحياة. نعاتب من عندما يكون المسيل مزيلا للحياة، لا يجدي العتاب مع الأوباش بعد الآن. سترعبهم يا بني وأنت في قبرك، ستقتلهم أصوات الثكالى وهم في فراش النوم. فالناصرية تلاحقهم في كل مكان، لا تستفزوا سكوت الصابرين رجاء. استمروا يا رفاق، فإن الشهداء قد أخبروا الله بكل شيء. أخرج من إطار هذا الإطار إلى إطار آخر وأختم، حتى أختم يا صديقتي غادة، وأقول سأشرب كأسا من النبيذ وأرفع نخب ما ضاع من عمري، لأكتب شعرا أخيرا على حائط الليل والمستحيل خلف هذا البحر والماضي. وأقول شيئا ما عن النهر وحراس الفراغ والنساء القادمات من الخريف، والعمال المسحوقين دائما كالانفجار بأسواق المدينة، وأنا ميت فوق حجر ومحاصر الآن برصاص طائش أحرق كوكبنا عبثا في كل الشهور. ما أعرف عندي وقت. جميل جدا، شكرا أستاذ محمد. دكتورة غادة تسمحي لي؟ شكرا أستاذ محمد. الدكتور شاعر كبير برضه، أقول الكبير معلش تسمح لي، هذا ما هو ده يعني.
عمري ما اقدر اقول شعر عادي كده واسكت، يعني اللغه بتاعتنا اللغه الاعلاميه والصحفيه بينبغي علينا ان احنا لازم ندي الضيف حقه يعني، ومش بزايد يعني. الله يخليك. تسمحي لي يا دكتوره غاده اقول قصيده صغيره يعني عشان اخد راي الدكتوره جوليت. يلا تفضل تفضل استاذ هاني. قد يهون حب، اوكي شكرا. قد يهون حبي عليها فلها الاباحه ثاني يوم، ولن يخال قط يوما انها يوما تخطو، دنست معبد حبي اليها فكيف ارقى بالذكر، المت نفسي وعقلي حيره فكان ايلاما وطاحت بالسكون، قد كان لقيانا على مهد الرضا وحديثها مع الليل شجون، وأحييها لألقاها في غد زهرة تعلو فوق الغصون، حبيبان لا ينقضي من حبيب وفتونا ليس يبلع فتون. شكرا، كفاية المقطع ده عشان الوقت. شكرا، نعوض المرة الجاية إن شاء الله. شكرا لحضرتك. نحن معنا كمان بيسعدني اني رحب اليوم بالدكتور والناقد والقاص الدكتور سليمان جادو شعيب، باحث وقاص وناقد ادبي، وكيل اداره الشباب بقوس سابقا، نال الشهادة الوظيفية لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2016، حاصل على الدكتوراه المهنية البحثية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في مجال إعلام الطفل العربي لعام 2019، مستشار ثقافي عضو لجنة التحكيم وبمؤسسة النيل والفرات للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة لعام 2021، حائز على عدة أوسمة ومنها وسام ولقب أديب النيل والفرات لعام 2019 من مؤسسة النيل والفرات بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أيها الأحبة، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، متابعي ومشاهدي المهرجان الإبداعي الدولي الأول لرابطة المبدعين في العالم. يسرني ويطيب لي أن يكون حديثي إلى حضراتكم عن الأمل. الأمل، وما أدراك ما الأمل؟ فلا معنى للحياة بدون أمل، ولا قيمة لها بدون تفاؤل. فالحياة مليئة بالعقبات والمشكلات والصعوبات، فإذا فقد الأمل أظلمت الحياة في أعيننا، ولا نستطيع أن نكمل مسيرتنا وطريقنا بسلام. الأمل، فالأمل هو حسن ظن العباد بربهم، ونور الحياة وزهرتها، ونور الحياة وزهرتها، وهو قوة دافعة تشرح الصدور وتنير القلوب وتنشط الأبدان وتعلي الهمم، وهو النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. فبالأمل تزداد الحياة رونقا وجمالا، ويبعث في نفوسنا نورا يضيء طريقنا، ويمنحنا القوة والعزيمة للاستمرار، ويمنحنا نظرة إيجابية تبعث في نفوسنا الطمأنينة والراحة، ويشعرنا أن كل شيء ممكن. الأمل يعين الناس على مشقات الحياة، يدفع الزارع للزرع أملا في الحصاد، ويغري التاجر للمخاطرة بماله أملا في الربح، ويحفز المتعلم إلى الصبر في طلب العلم أملا في النجاح، ويتجرع المريض مر الدواء أملا في السلامة والعافية. فلولا الأمل ما زرع زارع، ولا تاجر متاجر، ولا تعلم متعلم، ولا تجرع مريض دواء.
أيها الأحبة، لنا في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام النموذج الفريد والأمثل في الأمل، فقد اشتد أمله في العثور على يوسف بعدما فقد ابنه الثاني، ولم يذهب عنه الأمل، وكلف أبناءه في البحث عن يوسف وأخيه. قال تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمل الذي كان يبثه نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بمعية الله تعالى وعونه ونصره وتأييده ليطمئن أبا بكر الصديق، قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الأمل صبر المعذبين، وهو حلم الإنسان المستيقظ، وهو نافذة النور التي تشرق على سماء الأرض، فتدفع الإنسان وتحفزه لتوظيف كل إمكاناته مهما ضعفت لتخطي العقبات وتجاوز المحن، وهو طاقة فاعلة وإيجابية. فبالأمل صعد الناس إلى القمر وحلقوا في الفضاء وغاصوا في أعماق البحار واكتشفوا ما تحت التراب من كنوز، فالأمل بمنزلة القاطرة التي تجر خلفها العربات المليئة بأحلام البشر. إننا في أمس الحاجة للتفاؤل وبث روح الأمل بين الناس ومحاربة اليأس والتشاؤم، وعلينا جميعا أن نتسلح بالثقة بالله، فالثقة بالله هي أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل، وعلينا أن نضع نصب أعيننا الآمال العظيمة، فهي تصنع الأشخاص العظماء. وختاما، إنني أهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة وكافة الوسائل المؤسسات الثقافية والتربوية والدينية أن تبث في نفوس أبنائنا الشباب ثقافة الأمل، فهو طاقة النور التي تنير حياتهم، وهو المستقبل المشرق، وهو الذي يفجر الطاقات البشرية. وفي غيابه يسيطر الحزن والتشاؤم والقلق والوحدة والعصبية والعداوة وتناقص الهمة وضعف الروح المعنوية والفشل في حل المشكلات، وبالتالي الاكتئاب واليأس والانتحار. فمن يحيا بدون أمل يكون قد كتب نهاية حياته بيده. هذا وباب الذي تدعوه منفتح على الدوام، فطب يا واسع الأمل. ولله در الشاعر القديم الطغرائي إذ يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. دمتم أحبتي في أمان الله وحفظه ورعايته، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه العلل الطويلة يعني تساعد على وضوح الإيقاع بشدة، وخاصة أن حروف المد هي يعني أشد الحروف رنين وموسيقى، خاصة أنها يعني تستغرق وقتا في القراءة كما يعني ألقت علينا الشاعرة جولييت. فألف تحية لها على هذا الإلقاء الجميل الرائع. شكرا. أتمنى يعني أنا القصيدة يعني ليتك أخت جولييت ترسلي لي قصيدة كاملة حتى أنقدها بشكل كامل وشامل. أشكرك جدا. يعني ملاحظة قصيرة، هذه يعني قراءة عامة وليس يعني قراءة. هذه شهادة وليست ملاحظة، أشكرك جدا. بالنسبة للدكتور محمد يعني صراحة ما عرفت شو أنقد، يعني فعلا ألقى قصائد يعني هي عبارة عن مأساة وصراحة مؤلمة وتنم عن شعور يعني فائق التأثر. شعر الدكتور محمد يعني هي مثل يعني أخذت مجرى منحدر،
فيها حركية التناقضات والتحولات والإيقاع الدرامي اللي بتحول إلى غنائية حزينة شمل كل يعني القصائد التي ألقاها لنا. وفي الختام مسك الختام مع الشاعرة والقاصة والناشطة الثقافية والإعلامية السورية مشلين بطرس من لبنان. ثقافية ومراسلة صحفية في الإعلام اللبناني الدولي. بدعوة من رابطة المبدعين في العالم وبالتعاون مع جريدة الوسيط الدولي للمشاركة في المهرجان الإبداعي الأول تحت عنوان الحب والأمل والسلام الذي يشارك فيه نخبة من الشعراء والفنانين والرسامين حول العالم، سأقرأ لكم أعزائي نصين شعريين هما مشاركتي في هذا المهرجان الراقي، مع تحياتي لمديرة مكتب اتحاد الكتاب والمثقفين العربي في كندا صديقتي الشاعرة والإعلامية غادة الناؤوم. غيوم وأبخرة على خشبة مسرح الأوبرا، وبينما أرقص وأصدقائي رقصة باليه عالمية وسط حضور مهيب، فجأة لم يبقى سوى شعاع مبهر مسلط علي، وقد اختفى أصدقائي وتلاشى ضجيج همس الجمهور، وسكنت مقاعدهم عيون شاخصة تلمع في الظلام. هممت بالفرار لكنه أمسك بيدي متوشحا صوت محمود درويش هامسا، فلنكمل الرقصة فأنا لا أريد الموت ما دامت على الأرض قصائد وعيون لا تنام. مال عنقي نحوه وغصت في نبضات قلبي التي عزفت موسيقى حب حولت المسرح إلى بلور جليدي رحنا نتزلج فوقه كبجعتين ترقصان على ضوء القمر، ورحت أردد ما قاله نزار قباني مع بعض تعديل، وسوف أحبك حين تجف مياه البحر وتحترق الغابات. ها قد تبخر الجليد من تحتنا وأصبحنا في عمق البحار، نرقص الباليه ونطفو. ذكرتني بما قالته أحلام استغاني أن نحاذر من مغادرة حلبة الرقص كي لا تغدر بنا الحياة. ها قد سرق البحر حبي من عينيك وسكب في عيني سماء أهدت لعينيك زرقة غطت سطح المحيطات. ها نحن سوية نقف على تايتانيك الروشة وسط جمهور يعلو تصفيقهم يدندنون بصوت واحد. في كل ليلة أراك في أحلامي وأشعر بك، فالطيران ليس جريمة، ها قد كسرنا الأقفاص. النص الثاني وهو من حادثة انفجار مرفأ بيروت، نشر في مجلة الأمن اللبنانية بعنوان جزم بجواب الطلب. أيا ساعة الدمار، أيا ساعة النار،
هل سألوا البشرية عن إنسانيتها؟ هل سألوا الضمير عن حشرجات قلبه؟ لو أننا أوقفنا عقارب الساعة في ذلك النهار، هل كان باستطاعتنا أن نمنع ما حصل؟ هل نستطيع أن نمحو من ذاكرة الزمن ذاك الانفجار؟ ماذا إذا قمنا بسحق عقارب الموت؟ هل سنستطيع أن نعيد كل من رحل؟ وهل كانت حروف الامتناع لوجود الخير فعلت فعلها مثلا؟ أم أنها حروف امتناع لامتناع وفقط؟ فإلى متى؟ إلى متى ستبقى المحبة صلة الموصول لا محل لها من القط؟ فإلى متى؟ إلى متى ستبقى المحبة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب؟ وإلى متى سيبقى القطيع مفعولا مطلقا لخوف يقطع لسانه عند نطق أول حرف؟ أم أن الإنسان سيبقى مفعولا لأجل دينه وحزبه، لأجل عاداته وتقاليده، لأجل معتقداته، ولأجل جهله؟ وتبقى مئات الأسئلة معلقة بأدوات التعجب والاستفهام. فيا ساعة من الزمن، يا ساعة من الزمن، هل توقفت مرة عن اشتراع السم تشكري؟ وهل أخبرتنا يوما أن للسلام، للفرح وللحياة موعدا مع الأرض تخلدي؟ شكرا لكم، تحياتي عن جديد لجميع المشاركين في هذا المهرجان القيم. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. دمتم بكل خير وسلام وكل صحة وعافية وإبداع، وإلى اللقاء في مشاركات أخرى. أنا بختام هذه السهرة واللقاء الجميل بدي أتوجه بالشكر الكبير لحضوركم ولمشاركاتكم القيمة والتي أضفت رونقا على المهرجان الإبداعي الدولي الأول. سأختم في كلمة أتوجه بها لكل المبدعين المشاركين معنا، بقول فل الليل بكيان، وقعت دموعه بهالمروج البعيدة، طف القمر ناديله تعبان، وصارت النجمة بهالكون وحيدة، شقشق الفجر فرحان، وقالت الشمس استوت عنا ايدي، صار القمر سكران، ودخلك نيرانك ايدي، مسحي جبيني العرقان، وسقيني من شفافك وزيدي، صار لي عمر لحالي سهران، ناطر ليلة تعيدي، وتزهر الدنيا الوان، ويخلق بهالكون شاعر وقصيدي. بدي اتشكركم والف شكر ويسعد مساكم. شكرا كثير. شكرا.